السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نتابع وإياكم مستجدات الأزمة السياسية وفشل العصيان المدني، وكذلك أزمة المتاريس، وأيضا قضية تشكيل أو تكليف وكلاء الوزارات بمهام الوزارات أو الوزراء. وأيضا في الثنايا سنناقش قضية زيارة الوفد الصهيوني للخرطوم اليوم ولقائه بقيادات عسكرية رفيعة حسب ما تم إعلانه من قبل المصادر الإعلامية الصهيونية. وفي المحاور الأخيرة في هذه الحلقة سنتابع مستجدات قضية المعتقلين وإضرابهم عن الطعام وتعريضهم أو خروجهم أمام القاضي اليوم والحديث عن نقلهم إلى سجن كوبر. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة عبر الاتصال المرئي القيادي في قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني الأستاذ التوم هجو. مرحبا بك أستاذ التوم. أستاذ التوم هل تسمعني؟ حياكم الله أستاذ التوم. وأيضا معي عبر هنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ طاهر التوم. مرحبا بك أستاذ طاهر. مرحبا بك أستاذ زويس، ومرحبا بضيفك الأستاذ التوم الهجو، ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا بكم. البداية بإذن الله أعزائي المشاهدين مع أستاذ التوم هجو. أستاذ التوم، يعني الأزمة السياسية تبلغ مستوى بعيد جدا، لا أفق يبدو للحل. اليوم البرهان أقدم على تكليف وكلاء الوزراء المكلفين بمهام الوزراء بشكل من تصريف الأعمال. برأيكم هل هناك أي بوادر للحل تبدو لكم في الأفق القريب في ظل مبادرة فولكر، في ظل كل المبادرات التي توجد في الساحة؟ نعم. هل أستاذ توم يبدو أننا لا نسمعك بشكل جيد، سأعود لك بعد قليل. أستاذ طاهر، يعني ريثما يحل الإشكال مع أستاذ توم هجو، كان الصوت ضعيف يبدو أنه اختفى. هذه الأزمة التي هي عنوان الواقع الموجود، هل هناك أي بوادر تقرؤونها يمكن أن يستبشر بها الإنسان أن هناك حل قريب يمكن أن ننتظره؟ والله يعني المشهد واضح، ما البرهان عاجز عن إنتاج، باعتبار الآن نقول البرهان باعتباره هو الآن السلطة الحقيقية الموجودة في المشهد بمعزل عن قحط وبقية القوى السياسية الأخرى، هو عاجز عن إنتاج أي فعل سياسي منذ قراراته في 25 أكتوبر الماضي. يعني أنا هأخذ نموذج واحد، بعد أن انتظر وقت طويل جدا قرابة الشهر حتى جاء الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، جلس الدكتور عبد الله حمدوك بعد يعني أن جاء في كرسي رئيس الوزراء قرابة الشهر برضه، ما استطاع أن يفعل شيئا، ثم قدم استقالته. جلس البرهان بعد تقديم الاستقالة، رغم أنه أصلا الاستقالة لم تكن مقدمة للبرهان، لكن المهم مجلس السيادة انعقد تقريبا بعد استقالة حمدوك بعد قرابة 10 أيام ليقول قبلنا الاستقالة ويعلن أنه بصدد تعيين حكومة لتصريف الأعمال، ثم يجلس من وقت قبول الاستقالة من ذلك الاجتماع قرابة 10 أيام حتى اليوم ليقرر مجددا بأنه كلف السادة الوكلاء بأنهم يقوم بتصريف مهام الوزراء. لو لاحظت هذه السمة الرئيسية التي تسم كل أفعال رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، البطء الشديد
يعني القرار الطبيعي الروتيني ينتظر عند الرجل وقت طويل جدا، الرجل يفقد حاسة الإحساس بالمحيط والجو من حوله، أو الرجل عنده يعني تأتي إشارات مختلفة من مناطق مختلفة، تأتي إشارة من الأمريكي، تأتي إشارة من الإسرائيلي، تأتي إشارة من البعثة الأممية، من الرئيس البعثة في السودان، تأتيه إشارة من الإقليم، من السعودية، من الإمارات، من مصر. واضح أنه حصاد هذه الرسائل هي حالة العجز التي تسم فعله في المشهد السياسي. وبالتالي أقول في ظل هذه الحيثية، في ظل هذا التشخيص، في ظل هذا التحليل لشخصية الرجل، وهو المعني الآن وبيده السلطة، هو المعني بإنتاج الفعل السياسي الآن أن يمضي إلى الأمام، في ظل هكذا التوصيف لن نتوقع أن يكون هنالك فعل لإخراجنا من الأزمة. الرهان الوحيد اليوم هو بقى على الراجل اللي أصيب بمرض الكورونا، رئيس البعثة الأممية. يعني هو الوحيد الآن، كل الجماعة دي شايلين ورقهم وماشيين عليه. نفتكر أنه الآن رئيس مجلس السيادة منتظر أيضا رئيس البعثة الأممية الذي يسمى الآن يعني في كثير من التداول الشعبي بأنه هو الحاكم للسودان، يعني الحاكم الرسمي للسودان، ينتظر منه إنتاج الفعل. والفعل واضح مساره، حتى يعني ما بنحتاج أخو ويس ذاته يعني أنه نجتهد في تنبؤ الخطوة القادمة، اللي هي إعادة إنتاج، وهذا ما فعله البرهان اليوم بتعيين الوكلاء. ذي الوكلاء حزبين الذين جاء بهم الحمدوق بعد تعيينه أو بعد عودته رئيس الوزراء مرة ثانية، هؤلاء جاءت بهم الأحزاب، الوكلاء ديل جاءت بهم الأحزاب، وبالتالي هم وكلاء حزبيين، مش كمان حزبيين، جايين من بيت الكلاوي بتاع العمل التنظيمي لهذه الأحزاب، وتجدهم واضحين جدا بالنسبة لك في وزارات مهمة وحساسة. ديل أعيد تكليفنا الآن بمهام الوزراء، بمعنى أن قحط الآن عادت من جديد لتمارس السلطة، وبالتالي فكأنما البرهان يتراجع عن خطوات قراره في 25 أكتوبر، بس حينتج حاجة جديدة كده يعني مع الجماعة دي، مع البعثة الأممية، ممكن تدخل المجموعات السياسية الأخرى، يديها هامش بتحركة، لكن في النهاية الملعب يعاد إنتاجه من جديد، وكأنما الرجل يتآمر حتى على خطواته التي أنتجها في 25 أكتوبر. يعني الآن في عاجل، الآن يتم الحديث عنه، لحد الآن ما لسنا متأكدين من صحته، لكن بدأ تداوله الآن، ووصلنا بيقول أنه البرهان رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بإنهاء تكليف 9 من وكلاء الوزارات، وشملت الإنهاء ده وزارة التربية والتعليم، الصحة والعمل والإصلاح الإداري والطاقة والنفط والتجارة والتموين والعدل والحكم الاتحادي والزراعة والغابات والتنمية الاجتماعية. كيف يستقيم مثل هذا الخبر؟ يعني أنه أنا في الصباح أكلفهم وزراء وفي المساء أعفيهم من الوكلاء، يعني ما الذي يحصل؟ يعني مشهد يعني هو حقيقة ما في دهشة من فعل في أشياء أنت بتستغرب لها. يعني من يفكر مع الرجل أخوي صراحة؟ يعني من يفكر مع البرهان؟ ما أنت ما أنت جيت قلت أنا ما داير حكومة حزبية. عبد الله حمدوك مش جاب الجماعة ديل، والجماعة ديل في التصنيف معروفين إنهم حزبين. أنت طلعت للرأي العام قلت الوكلاء ديل الناس اللي جوا عينوا مع عبد الله حمدوك أنا موافق عليهم، صح ولا ما صح؟ صحيح. جبتهم الليل الصباح، قلت ده دم بالتنسيق، ثم بالتنسيق جبتهم الليل الصباح اجتمعت بهم. أوليس هذا من العبث؟ يعني انا ما اعرف ماذا اسميه غير مفرد العبث. يعني هذا عبث سياسي امتياز. هل بيكون حصل خطا يعني مثلا في الصباح كانوا قرروا بعدين انتبهوا انه في وزراء حزبيين فابعدوهم، حصل شنو يعني؟ يا اخي الجماعه دي المعروفين حزبيين من اول يوم وصل، والنقه كانت في شنو يعني؟ انت ماذا فعلت؟ الرجل ده يا اخي اعطيك مثل، انت عارف بعض الوزراء ما زالوا الان، بعض الوزراء الذين تم عفاو ما بعضهم قاعد في بيوت الحكومه، بعضهم يركب بعض مركبات الحكومة. أديك كمان السفراء الذين عفاهم البرهان، بعضهم ما زال قاعد في السفارات وقاعد في بيت السفير. يعني أنت بتتكلم اليوم، أخبرني يعني مصدر موثوق في الخارجية بأن الإخطار تم لهؤلاء السفراء، أنتوا أرجعوا، أنتوا ما مصولين، أنتوا حترجعوا فقط لرئاسة الوزارة. حتى الناس كده استبشروا قالوا البرهان يعني ينتصر لقراراته انه الناس يرجعوا، لا ده ما مفصولين.
للحين يرجعوا لرئاسة الوزارة حتى يعاد إخراجهم من جديد. الجماعة ده المعروفين. فكيف تجتمع الصباح بهم وتكلفهم ونبدأ نحن ذاته يعني خلاص تعاملنا مع أنه أنت اتضيت هذه الخطوة. واضح أنه يتعامل بردة الأفعال، بعد شوي اكتشف أنه لا أنه الخطوة دي ما سليمة، لأنه إذا أنت كنت داير حكومة غير حزبية، الجماعة اللي لعينتهم الوزراء ديل حزبين بامتياز، مش حزبين ساكن، ديل من بيت الكلاوي. ديل جايين من 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 الجهاز التنظيمي نفسه، المسؤولين عن العمل التنظيمي نفسه في هذه الأحزاب. فكيف تجيبهم وأنت أنت كأنما تتآمر كما قلت لك قبل قليل، يعني إذا الإنسان بيقرأ هذه الخطوات بدقة يعتبر أنه بيتعامل مع رجل مضطرب في خطواته، الرؤية عنده ما مكتملة. والمشهد ده بيتعاطاه بردود الافعال، ما بيتعاطاه برؤيه مكتمله. يعني انا اشك انه للفريق اول البرهان من يوم 25 اكتوبر اللي عنده رؤيه هو داري يعمل شنو. يعني اجمل تعليق كتبه احد الزملاء والاستاذ عامر الحاج، يعني كتبه في 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 صفحتي، قال انا والله بس داير البرهان ده يوريني هو داير شنو عشان انا اقرر ذاته انا اقف معه ولا اقف ضده. يعني انت داير شنو؟ انت الخطوات التي تريد ان تمضي فيها للناس شنو؟ عشان نحن يعني الواقع السياسي ذاته يدعم يتعاطى مع مبادرتك او مع رؤيتك بالاتفاق والاختلاف، لكن تمضي خطوه ثم ترجع. الصباح براي، الميسه براي، تعفي الصباح تعين الميسه، الميسه ذاته يعني الحاله بتاعت الطرف ما دار محلل سياسي يا شيخنا، دار لا منجم بعد. طيب احنا خلينا يعني نشاهد، ما اعرف الاخوه في الكنترول يمكن الفيديو بتاع تكليف الوزراء نفسه جاهز عندنا، خلينا نستعرضه اذا كان جاهزا. عقد سعادة الفريق اول عبد الفتاح المرهان رئيس مجلس السيادة، وسعادة الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، اجتماعا بالوكلاء المكلفين بالوزارات ظهر اليوم بالقصر الجمهوري. وهدف الاجتماع إلى تنوير الوكلاء المكلفين بالوضع الحالي بالبلاد وضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من هذا الواقع المؤسف الذي لا يسر أحد، وأمنا على عزمهما على الخروج من هذا الوضع وفرض سيادة الدولة واستقرارها وتسليم السلطة في أقرب فرصة ممكنة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة. وحث الجميع على العمل الدؤوب من أجل الخروج بالبلاد من هذا الوضع الحالي، كما قرر تكليف الوكلاء بالقيام بعباء الوزراء والوكلاء في آن واحد في إطار حكومة تسيير أعمال تمهيدا لتمهيد الطريق للانتخابات. نعم، إذن هكذا كان هو خطاب التكليف صباح اليوم، والمتحدث كان وكيل وزارة الإعلام المكلف. يعني كان لافتا بالنسبة لي، وأحب أن أستفسر عن هذا الموضوع، أنه اجتمع معنا رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دكلو. بأي صفة يجتمع البرهان وحميتي؟ يعني أنا افتكرت لكم مثلا يعني المجلس السيادي يجتمع مع مجلس الوزراء، له يجتمع الرجل يعني البرهان وحميتي ويكلف هؤلاء الوزراء. أصلا هل من الناحية التنفيذية يجوز له أن يكلفهم؟ طبعا يعني احنا ما عارف المرجعيه شنو، يعني هل المرجعيه بنتكلم عن الواقع؟ يعني ما بتكلم عن مرجعيه قانونيه ولا دستوريه ولا الموضوع ده كله. انا بالنسبه لي الان فيه اشكال يعني ولخبطه. يعني انا بالنسبه لي حميتي مثلا وجوده في هذا الواقع السياسي ليس بحكم انه فقط نائب، هو زول هو شريك في السلطه اساسي، يقتسم مع البرهان صناعة القرار، وربما يتفوق عليه أحيانا في صناعة بعض القرارات، يعني ممكن يمضي قدامه أحيانا يعني لا يشترط به، فكنائب لا يأتي بعد الرئيس في كل القرارات. وبالتالي فبالنسبة لي مفهوم في إطار التشكيل بتاع الواقع السياسي الموجود عندنا الآن، أنه الحكومة دي قسمة بين البرهان وبين حميتي، هم بيتعاملوا مع بعض، هم بينتجوا الفعل السياسي مع بعض وبيتخذوا القرارات مع بعض. يعني
هذه هي الأولى يعني. أما تكييف أنه من حقه ما من حقه، ده موضوع فيه غلطات كتير جدا. هو المرجعية شنو في الموضوع؟ مرجعية الوثيقة الدستورية، هو الوثيقة الدستورية نفسها هو جمد بعض بنودها يعني، جمد بعض بنودها، ووددته لو أنه كان يعني أكثر قدرة على التعاطي، وألغاها تماما وانتقل إلى أن السلطة دي هو الذي منح الناس السلطة بحكم الانقلاب اللي عمله في 11 ابريل. هم عمل انقلاب على الرئيس البشير، هو وعوض بن عوف عمل انقلاب على الرئيس البشير بموجب هذا الانقلاب، بموجب تسلم السلطة، هو اللي منح السلطة حتى للمجموعة الحزبية التي كانت تهتف بالمدنية، وقال لهم أن المدنية ما بتتحقق بسلطة أنت بتستمدها من 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 عسكري جاي بانقلاب، انت بتستمدها من صندوق الانتخاب. ده هو دي المدنيه في حقيقتها، مش انه ما يكون قاعد يقول لابس بزه عسكري، لا، السلطه ذاتها بتستمد مشروعيتها من وين؟ بتستمدها من صندوق الانتخاب. وبالتالي في المشهد ده كله هو صاحبه يعني، هو اللي بيعمل فيه ويعين فيه ويرفض فيه، ما في زول بيقدر الان يتكلم عن اي شيء، لانه حقيقه المشهد كله حتى ما نصت عليه الوثيقه تامرت عليه حتى القوى المدنيه. يعني عملوا وثيقه الصباح وغيروها اليوم الثاني من سكات يعني، حتى اكتشفناها صدفة بكلام وزير العدل يعني. بعد ذاك في مجلس تشريعي هو اللي بيقرر 90 يوم، أكلوه المجلس التشريعي وبقوا يقرروا هم. عدلوا الفترات والمدد الزمنية المتفق عليها داخل الوثيقة. فأنت شنو المرجعية اللي أنت بتحكم المشهد ده غير سلطة الأمر الواقع التي يمثلها الآن البرهان، وكانت شريكة معه في كل هذا التشوه الحاصل في الواقع، كانت شريكة معه القوى المدنية. فبالتالي أنا ما مشغول كثير به، أنا ما زال أشوف منه فعل سياسي حقيقي يوديني، أنا بعتبره حتى الآن أنا بالنسبة لي البرهان قائد انقلاب عسكري وقع في 11 أبريل، وكل الذي جاء بعده ده كله مسنود على هذا الانقلاب. ما في شيء جديد بالنسبة لي، ما في انتقال حقيقي في الموضوع ده، بس دخل في شراكة سياسية قسم السلطة بينه وبين الجماعة ديل بفعل الاسناد الخارجي لهذه المجموعات الحزبيه التي تتلقى الدعم والعون. والان جاءهم شريك جديد هو رئيس البعثه الامميه، ده شغال معاهم، وده حيكون الحاكم الحقيقي. لانه اخ ويس لو انتبهت لما تم في الرياض بالامس، واللي هو حتى المعلومات ما كان في ولا واحد سوداني موجود، هذه الدول اجتمعت، هذه الامريكان والاوروبيين والاقليم السعوديه والامارات بمعزل عن مصر، ربما المصريين عندهم تقدير اخر، دول خلاص اتفقوا على خارطه الطريق هم دار يعملوا فيه في السودان. خلينا نعود لاستاذ توم هاجي، يمكن الان عبر الاتصال الهاتفي بيكون الصوت افضل ان شاء الله. مرحبا بك استاذ توم من جديد، امل انك تسمعنا بشكل جيد. مرحبا بحضراتكم، تحيه لضيفك ومشاهديك. اهلا بك استاذ توم. يعني كنا قد سالناك هل هناك بوادر ظهرت لكم حول هذه الأزمة السياسية، انفراجة يمكن أن يبشر بها الشعب، يعني إلى أين تسير الأمور؟ حقيقة نعم، يعني لا ننكر أن يعني لازم استفحلت وأخذت أكثر وأطول مما متوقع، وحجم حقيقة أكبر مما كان يفترض أن تسير عليه الأمور. ولكن أنا استمعت إلى ضيفك، ويجب برضه أن نضع في الاعتبار يعني هؤلاء الغاز العسكريين حقيقة وجدوا نفسهم في وقت يعني ما كانوا مهدين نفسهم له ولا مهيئين له ولا راغبين فيه يعني. وكما ذكروا مرارا وتكرارا يعني هم تعاملوا مع مجموعة سياسية في البداية افترضوا فيها حسن النية، يعني افترضوا أن دي مجموعة وطنية وناس وطنيين، وبفتكر تعاملوا معهم بأريحية وتعاملوا معهم بحسنية كبير جدا. ولكن رويدا اكتشفوا انهم بيتعاملوا مع وضع معقد ومع مجموعه للاسف الشديد قضيه الوطن وقضيه المواطن هي اخر ما تفكر فيه. ونحن مما اتينا بعد اتفاق جوبا يعني شاهدنا هذه المعاناه التي يعانيها المكون العسكري حقيقه، كان حقيقه في صراع واضح ما بين التزاماته والاتفاقيات دخل فيها مع تلك المجموعه، وهي اصبحت تتغلط شيئا فشيئا، ومع التزاماتهم الوطنيه والاخلاقيه. فعشان كده يجب ان يوجد لهم العذر، ولكن بالوصول الى يعني انا بفتكر العمليه بتاع تصحيح المسار
وبعد ذاك ايضا التدخلات الخارجيه تمت ايضا حسن النيه ما زال موجود. انا بفتكر الخطوه بتاعت اليوم رغم انها هي خطوه جات متاخره لكن حقيقه هي الخطوه اللي كانت يعني منتظره في الاتجاه الصحيح. والتكليف يعني الغائمين حقيقه اللي سمعته انه عين الوكلاء وحفظوا في نفس اليوم هذا ليس صحيحا. هؤلاء الوكلاء موجودين وكانوا يسيرون يعني دولاب الحكم من موضعهم كوكلاء. الذي حدث اليوم هو اعطائهم كامل الصلاحيات بتاعت الوزراء. وبعضهم حقيقه قد يعني راى الغائمين على الامر انهم ما يعني قد لا يكونوا يعني مؤهلين او اكفاء للمرحله الجايه وتم اعفاء بعضهم وليس اعفائهم جميعا. فخطوه مفهومه. ولكن انا افتكر اهم ما فيها هي وضعت الهدف النهائي وهي الانتخابات. ايا كانت الحكومه اللي شكلت يوم اذا استمرت او تمت حكومه بتوافق على وزراء يعني كفاءات مستغله انا بفتكر اهم ما في قرار اليوم هو الهدف النهائي هو الانتخابات. وده ما كنا نحن بننادي به وانا بفتكر ده يجب ان يدعم من جميع يعني الحاذبين على مصلحه الوطن. لانه كل ما ينادي به كل الاطراف هي مثلا البناتون بالمدنيه هم عايزين مدنيه لكن بيفترضوا المدنيه هم. نحن بنفتكر والله المدنيه هو من يختارهم الشعب السوداني. هم ينادون بعوده العسكر الى السكنات وكانهم هم الذين اتوا بهم للسلطه. لا، العسكر بل اتوا بهم اراده وبقرار وبخيار. فهم ايضا سيرجعوا الى سكناتهم بخيار بعد ان يسلموا تلك الامانه التي حقيقه هم تحملوا مسؤوليتها. كما قال عبد الله حمدوك في استقالته انه هو ارجع الامانه الى الشعب السوداني وارجع على الهواء. عبد الله حمدوك حقيقه الامانه ما في، الشعب السوداني ما عنده علاقه بالامانه ولا حملوا امانه. ولكن يعني المكون العسكري هو اخذ على نفسه واستلم هذه الامانه وانا بفتكر سار بها بالشكل الذي كان يراه والامور ما مشت الى الامام وصحح المسار. وانا بفتكر الان هي رغم انها خطوه بسيطه وجات متاخره لكن هي خطوه في الاتجاه الصحيح وايضا بتضع كل المبادرات. يعني انا استمعت الى راي ضيفك الطاهر ايضا بتضع المبادرات بتاعت يعني فولكر والمبادره الافريقيه امام الخيار بتاع الشعب السوداني. انه هنالك فرق كبير جدا بين ان يتوسط يعني المبعوث الاممي او يتوسط الافارقه في مساومه في قضيه هي قضيه الشعب السوداني. ما دام هنالك يعني موعدا مضروبا للانتخابات وهنالك وثيقه يعني دستوريه بتحدد تاريخ زمني محدد فبيبقى الاتجاه اصبح الان واضح. هنالك حكومه لتصريف الاعمال وهنالك فتره زمنيه وهنالك قدر كبير من التوافق ما بين المكونات يعني على الاقل الاتفاق نحو التوجه نحو الانتخابات وان تترك هذه الفتره لحكومه الكفاءات الوطنيه. انا مفتكرها خطوه في الاتجاه الصحيح وستقود حقيقه الى يعني التخفيف من الازمه حقيقه هي عاقت الان يعني المواطن السوداني ودفع ثمنها غاليا. واصبح التذمر بشكل واضح حتى بين المواطنين يعني حتى في العاصمه يعني كثر عليهم. يعني مثلا في خلال اليومين الفاتت ظهر تنظيم اسمه فرحتونا بمعنى الناس كرهت حقيقه يعني هذا التقطيع وهذا التكفيل للشارع وحياتهم توقفت. المزارعين في مشروع الجزيره تاثروا بهذا التوقف، محاصيلهم ما قادره تصل الى السوق الطبيعي هو في الخرطوم، الوزارات غير موجوده، الميزانيه يعني لم حقيقه الموازنه لم تعرض لتجاز. فهنالك ازمه حقيقيه. واحده من قرار اليوم انا بفتكر اول حاجه حيفتح المجال امام اجازه الميزانيه حتى تتحرك يعني يتحرك بآلام الدوله. وانا بفتكر ايضا يعني ستلحقه يعني قرارات
تخفف من ازمه الشارع وتقطيع يعني حقيقه سبل المواصلات. سبل المواصلات. استاذ توم لو اذنت لي يعني يعني الان البرهان باي يعني مشروعيه باي على اي شيء يستند في اصدار هذه القرارات؟ يعني الان ايضا جاء خبر عاجل بان البرهان يكلف وكلاء وزارات جدد غير الذين تم اعفائهم، يعني اليست هذه هي مهام رئيس الوزراء وليس رئيس مجلس السياده؟ على اي شيء يستند البرهان في كل هذه الخطوات؟ طبعا الشرعيه الأساسية والأصل هي يعني الشرعية السورية وشرعية التوافق. دي الشرعية اللي استندوا عليها كل الشركاء، وأول هؤلاء الشركاء هم المكون العسكري والبرهان شخصيا. فإذا الأصل في الشرعية هو شرعية سورية وشرعية التوافق، وهذا التوافق كان بين ثلاثة مكونات، كان بين اثنين في بدايته أيضا بوساطة دولية هي وصلت للتوافق في الوثيقة الدستورية، وعندما أتينا نحن من اتفاق جوبا للسلام أصبحت هذه شراكة ثلاثية. الشراكة الثلاثية أنا بفتكر اتفقوا فيها طرفين وهم بيشكلوا الثلثين، أنه الطرف الثالث هو الذي ظل يعيق، والطرف الثالث يعني حقيقة ظهرت نوايا واضحة جدا جدا، هو لا يريد الوصول للانتخابات، وبدأوا يتكلمون عن العشر والخمسطاشر سنة، وخلال ثلاث سنوات لم يضعوا ولا نقطة واحدة. يعني هل استشاركم البرهان في التعيين اليوم؟ أنا بفتكر مسألة نعم. هل استشاركم البرهان في هذه التعيينات اليوم؟ نحن حقيقة في تشاورات مستمرة، بالعكس نحن كنا بنفتكر هذه الخطوة يجب أن تتم. أصلا نحن من الذين أصلا نادينا في ميثاق التوافق الوطني بحل الحكومة الحزبية السابقه اللي هي في النهايه سيطروا على يعني اربع احزاب، وكنا نريد يعني هذا الحل والتكوين الجديد من رئيس الوزراء حمدوك، ولكنه حقيقه يعني رفض او تنكى، وفي النهايه طلع القرار من البرهان، وهذا التشكيل كان مطلوبا اصلا. وانا عايز اذكر يعني المستمعين الان يعني الاعلام يصور وكأنه البرهان والله المكون العسكري ظل يحكم لوحده، ابدا. نعم. المكون العسكري الان يشكل خمسه من 12 في مجلس السياده. فيهم سبعه مدنيين، وهنالك سته وزراء اتوا يعني من اتفاقيه جيبهم ظلوا موجودين، فاذا الكلام عن ان الحكومه اللي كانت موجوده هي حكومه عسكريه هذا غير صحيح. وده يعني يعني حقيقه الدخان السياسي الكثيف الذي اطلقته مجموعه الاربعه، ومعهم بعض القنوات الفضائيه والاعلام اللي عنده غرض زي يحاول يخفوا هذه الحقيقه الواضحه. نعم. هنالك مدنيين وهنالك حكومه مدنيه، وحقيقه انا قاعد اقول الذي حدث هو تصحيح المسار. نعم. وهذا التصحيح انا بفتكره ياتي في صلاحيه زي سؤالك في صلاحيه البرهان، وحدث لنا نحن مثلا في 86 87 الامام الصادق المهدي رئيس الوزراء رحمه الله حل الحكومه كامله وهو رئيس الوزراء واحتفظ بمكانته، وبعد ذلك رجع تلك الحكومه وابقى وزيرا واحد خارج الحكومه، هذه صلاحياته. طيب خليني في النقطه دي لو سمحت لي استاذ توم، ما بفتكر هنالك اي مشكله في الشرعيه، وبفتكر الخطوه اللي تمت اليوم هي خطوه سليمه خطوه في اتجاه صحيح. خليني ابقى معي على الخط، خليني يعني اشترك معي ضيفي هنا استاذ طاهر. يعني اذا الخطوه يعني تنطلق من شرعيه التوافق بين مكونين من ثلاثه كما يقول استاذ توم هجو، لا تعاني مشكله شرعيه، الحكومه حصل فيها تعديلات فقط بحكم وجود سته وزراء، والقرارات التي تتم هذه كلها قرارات تصحيحيه تسير في الاتجاه الصحيح، تنتقل بالبلاد الى انتخابات. طبعا الاستاذ توم هجو عنده حساباته السياسيه التي تجعله يعني يقول كلام انا متفهمه، يعني انا ما متوقع منه انه يقول والله الراي اصرح في شان التعاطي بتاع المؤسسه العسكريه شان البرهان في التعاطي مع المشهد السياسي بكل هذا البطء وكل هذا التردد وكل هذا التاخر. نحن من 25 اكتوبر لليله دي قرابه اربع شهور، نحن يتكلم عن حالة أنا أسميتها من البداية هي حالة غياب الرؤية، أو أنت عندك رؤية وما قادر تنفيذها، غياب الإرادة. كأنما نحن بنعاني الآن من ثنائية غياب الرؤية وغياب الإرادة في وقت واحد. طيب
إذا اعتبرنا أن الرؤية توفرت في 25 أكتوبر وأن الرجل طرح كلام جميل في خطابه الذي ألقاه على الشعب السوداني، أنا اعتبرني أنا معك يا أستاذ توم هاجو، أنا من أنصار هذه الخطوة. من 25 أكتوبر لليلة ماذا ينتظر البرهان؟ ماذا ينتظر ليؤكد للشعب السوداني أنه جاد فيما قال؟ هو كان يتحدث عن حكومة كفاءات، وكان يتحدث عن أنه هو ماضي في موضوع الانتخابات إلى نهاية، جلس بعد هذه الخطوة قرابة الشهر ليعيد إنتاج حمدوك من جديد، ليعيد إنتاج حمدوك، وحمدوك أعاد إنتاج كل الذي لغاه البرهان من قبل عبر هذه عبر الزجب الحزبيين مجددا وشحنهم الآن في الـ 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 في الوزارات، ليضطر البرهان ويخرج عن محرج قدام جيشه، محرج قدام الشعب السوداني، محرج قدام أنصاره، حتى محرج أمام ناس التوم هجو يعني، وكل الذين وقفوا معه في 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 اعتصام القصر يطالبونه بهذه الخطوات وهللوا لها عندما اتخذها. عندما خرج قال ألا أنا جزء من هذه القرارات، وضح لنا أنه ما كان صادق، كان الليلة بخطوة العملة بإقالة هؤلاء الوكلاء لم يكن صادقا في هذا الحديث، اللي هو أنه الوكلاء أيوة اللي تم تكليفهم ما كان ما في شيء بيخليك أنت قبل يا أخي. الدولة دي حصل لها نوع من التجريف ما طبيعي يا أخ ويس، يا أخي يا أخي أنت بتشيله في الموظفين دي، هي سوء الكفاءات في البلد الموجودة ذاتها نادرة يعني، المؤسسة العسكرية مجموعات كبيرة جدا، الخدمة المدنية مجموعات كبيرة جدا يلقى بها خارج هذه، جاء بناس كفاءات عينهم حتى في مؤسسات ومعروفين وما عندهم صلة بأي يعني رباط حزبي، جاء حمدوك وألقى بهم في قارعة الطريق، خرج البرهان ليقول أنا مع هذه الخطوات، واليوم كما قلت لك مجددا لم يكن صادقا في هذا. إذن حتى انا بقول لتم هجو ما تدوا البرهان شيك على بياض، انتم كسياسيين ترتكبوا خطا كبير جدا بالمساله دي. انتم العهد اللي بينكم وبين البرهان والعهد اللي بينكم وبين الشعب السوداني هي خطوات انتم اعلنتوا لها والناس صدقوكم بها وجاكم في اعتصام القصر، انه انتم بصدد دفع الامور نحو التوافق الوطني بحيث انه لا يستثنى سوداني، وانا هنا بميز بين المشاركه في الحكم وفي صناعة المستقبل، ما بستثني حتى المؤتمر الوطني في صناعة مستقبل البلد، أنا ما بستثني زول في أنه أنا أناقش ولا أفاوض، لكن في الحكم ده موضوع ثاني، لما تجي في الوزارات ولا في تشكيل الحكومة ده شيء ثاني، ما تستثني السوداني. طيب في التوافق الكلي ده أنت ده خطك، أنت تكلمت عن الخط ده، عن حكومة كفاءات تكلمت عن حكومة كفاءات، تكلمت عن أنك أنت ماشي على الانتخابات، أنا داير شواهد، أنا ما داير حكم النوايا، أنا ما داير أجيب تبريرات. أنا دار أشوف أفعال قدامي، دار أعاين خطوات قدامي. ماذا فعل البرهان في هذه الفترة؟ ماذا فعل البرهان 4 شهور حتى الآن؟ أنا أطمئن أنه أنا ما دار أنه البرهان لا يريد إنتاج مشروع استبدادي آخر جديد. نحن طلعنا من مشروع استبدادي بينه وبين المدنيين لننتهي إلى مشروع استبدادي يقوده البرهان هو وحميتي لوحدهما، وتكون بقية الأحزاب مجرد أحزاب ديكورية، أحزاب يعني يزين. خلينا نسأل السؤال ده يعني. ننتقل بسؤال أستاذ توم هجو، يعني استمعت لي أستاذ طاهر هنا في الاستوديو وبيقول لك افترض أن حاكم البرهان ليس إلى حسن نيته أو تعامله الطيب أو كذا، وإنما إلى مطالبكم التي أعلنتموها في اعتصام القصر، ما الذي جرى فيها؟ لماذا هذا البطء الشديد؟ 3 شهور مرت وما زال الأمر في مكانه. نعم انا اتفهم حقيقه يعني الضيق يعني ان كثير من السودانيين، ولكن ايضا انا بفتكر الانصاف واجب، اقول بكل صراحه نحن اذا كان عندنا يعني اي ملاحظات على التصرف من القياده العسكريه حقيقه زهدهم الاكثر من اللزوم، يعني انا افتكر هذا الضغط هو ما عادي ابدا من تردد، انما عادي يعني الزهد الاكثر من اللزوم، ودائما يفضلوا ان ياتي الحل قبل ان هم يعني يفرضوه، ودي مشكله حقيقه، لانه فعلا في مواقف كثيره كانت يعني بتفترض الحزم والسرعه، ولكن بالعكس يعني يمكن المساله دي هم زي ما انا قلت في بدايه الحديث وجدوا نفسهم في وضع حقيقة هم كانوا عايزينه وما مستعدين له، ودائما نحن الكلام ده بنقوله لأنه نحن معاهم على مدى 8 شهور، دائما بيبحثوا أن يأتي الحل بدون ما يجي منه أو يكون فيه توافق، وده حقيقة مع الوضع المعقد، وأنا أيضا أقول للطاير
يعني حقيقة أيضا الوضع وأنتم كلكم كنتوا جزء منه وأورثتوه للشعب السوداني وأورثتونا له وضع معقد. يعني أكبر تعقيد فيه وأنا بفتكر الظاهرة الآن بتاعت الشارع السوداني هي ظاهرة محتاجة للدراسة. وده وضع يعني جل الذين يخرجون في الشارع من الذين يمكن يعني ولدوا في منتصف فترة الإنغاز. وفي إشكال كبير جدا، يعني مثلا الشارع السوداني خرج في أكتوبر وكان أمامه القضاء والمحامين والأطباء خرج في أبريل. الآن هنالك شارع خارج وليس له قيادة، وحتى القيادة الخلفية يعني قيادة استطاعت للأسف الشديد أن تدفع بهذا الشارع، والكل الآن في أزمة كيف التعامل مع هذا الشارع. يعني فأنا أفتكر دي كلها الأمانة بتقتضي يعني توضع في الوضع المعقد الذي يعني وجدت فيه القيادة العسكرية اللي هي تقدمت. لكن هذه القيادة أستاذ توم، يعني هذه القيادة ألم تجد الدعم من الإدارة الأهلية والطرق الصوفية؟ وجدت الدعم حتى منكم ومجموعات كبيرة من القوى السياسية، ثم ظلت تراوح في مكانها لأجل قلة قليلة يعني لها موقف أصلا هو يستهدف في نهايته تفكيك الجيش والمؤسسة العسكرية كما يقول كثيرون ممن يراقبون الطلبات التي تطلب. هذه حقيقة أنا أتفق معك تماما، ويمكن أنا عندي رأي معلن أن فعلا هنالك فيها غليلة وصبرت عليهم أكثر من اللزوم ودتهم من الحجم ومن الوزن أكثر من الجاز. لكن على كل حال هذه تقديرات هم ونحن معهم وظلنا حقيقة ضلائنا. يتكل فعلا يعني الصبر الذي صبروه على تلك الفئة، الوزن اللي ادوه لتلك الفئة، يعني تسلمية الوضعوه في تلك الفئة ما تستحق، وهذه حقيقة. لكن ده أيضا أنا أفتكر بيكون هو تقدير، يعني ما بنقدر نحن ندخل مثلا في يعني في تجريم او في سنية، لكن تقدير ممكن ان نقول هذا كان تقديرا خاطئا. والان لكن هذا التقدير يعني الم يؤدي الى ضحايا ويؤدي الى يعني فساد في الاقتصاد في البلد وضيق في معايش الناس؟ هل ستصبر يعني الى انتم كقوى الميثاق الوطني هل عندكم يعني تاريخ محدد تقولون بانه الى هنا سنتخذ خطوات تصعيديه ل إخراج البلاد من أزمتها ما لم يتحرك الموجودون على رأس السلطة الآن؟ نحن حقيقة أصلاً اتخذنا الخطوات التصعيدية، يعني حتى الخطوة بتاعت التطعيم التي حدثت ثم الخطوات التصعيدية اللي اتخذناها هنا لا يكون قد حدثت، يعني هذه حقيقة. يعني نحن على مدى 8 شهور من التفاوض وحقيقة ومن انصح ومن التحاور مع المكون العسكري الفريق البرهان وأعضاء مجلس السيادة، منتناقش مع حمدو مع المكونات في مركزية الحرية التغيير على مدى 8 شهور إلى أن وصلنا إلى مسيرة 16 ووصلنا إلى 25 أكتوبر. يعني فنحن أصلا يعني بدأنا بالتضعيف، ومنفتكر يعني التضعيف ادى الى تصحيح المسار. نعم تصحيح المسار بعد ذلك حقيقه توقف لفتره، انا بقول لك اتفق معك ما كان في لزوم لتلك ال4 شهور التي تمت. هذا رايي بعد بصراحه في كل القنوات، وبفتكر فعلا حصل منه تضرر، لكن بنفس الوقت استطيع ان اتفهم يعني الجهات في الطرف الاخر اللي هي أرادت وجدت نفسها في موقف صعب جدا جدا، كانت دائما تزعى وتصر أن يكون هنالك توافق. إن كان إحنا قاعدين نقول مرات قد هي تبحث عن توافق مستحيل، لأن الطرف الآخر هو لا يريد يعني وفاق، هو يريد هيمنة وسيطرة، وهو يبتكر وضع يده على مغاليد السلطة. وما كان يتوقع يعني أن تؤخذ منهم هكذا. وحتى الآن هم يعولون على الذين يتعاملون معهم في الخارج وعلى الضغط الخارجي وعلنا يعني سفلاء بيتكلموا انه والله هنالك عقوبات ستاتي. فعلى كل حال الوضع السوداني انا بفتكر بيكون في عدم عداله اذا نظرنا له، وضع ما طبيعي، وضع ما واقعي، وده ما يعني بضع صعوبه شديده جدا للذين يعني هم في
يعني في سدة الحكم، وزي ما بقول المثل السوداني نحن على كل حال كلنا في البر، يعني تقول في البر عوام، لكن الوضع ما سهل على كل حال. الوضع ما سهل. انا عاوز اخذ منك يعني تعليقات سريعة حول قضيتين. قضية زيارة وفد صهيوني اليوم، كان في كلام عن هذه الزيارة كثير، ما هو موقفكم من هذه الزيارات؟ والله حقيقة أنا لحد الآن بسمع في الإعلام طلب عن هذه الزيارة، ولا أستطيع حتى الآن، لأنه لحد الآن ما في أي مش عندكم تواصل مع القيادات العسكرية طوال؟ يعني هم كان كلام عن لقاء مع الدعم السريع ولقاء مع البرهان والزيارة مستمرة لحد يوم بكرة. لم 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 يصدر أي حقيقة يعني قرار رسمي ولا إعلان رسمي أن هنالك وفد إسرائيلي أو هناك لغات، لكن دعني أقول لك موقفنا نحن الثابت يعني من البداية في المسألة بتاعت التطبيع، ولا أقول التطبيع لكن في مسألة بتاعت تصحيح العلاقات الخارجية، نحن في مجلس الشورى كان رأينا واضح أنه حقيقة من نفتكر السودان لم يتخذ قرار أن يتعامل أو أن يطبع، السودان اتخذ قرار أن يفك الحصار المفروض عليه، لأنه حقيقة نحن جينا في وضع كان سيء والبلد مخنوقة، وفعلا القرارات في تطبيع العلاقة مع المجتمع الدولي ومع أمريكا ومع يعني التعامل صندوق النقد أدت إلى الوضع على الأقل المستقر اللي نحن فيه الآن. عشان كده يعني برضو من أرجو من يعني من أخواننا برا مثلا الآن إذا غارت الدول العربية حولنا اللي هي طبعت مصر الوضع ما زي وضعنا يعني، فتقدر تقول أنه مجبر هاك لا تفضل في الوضع اللي نحن فيه. نعم. يعني هنا ربما هذه نقطة فيها خلاف كثير، يعني في حتى أريتريا مثلا مطبع عندها مشاكل اقتصادية، لكن أنا الموقف واضح يعني. في خلاف. نعم. طيب. هي نقطة خلافية وما فيها اثنين ثلاثة، لكن حقيقة أنا عشان أكون يعني صريح معك، موقفنا نحن يمكن في كل المساق الوطني أو الذي أتينا من الخارج نفتكر يعني مسألة أصبحت متعلقة بحياة المواطن وبيفك الحصار. نعم. يعني ما بنفتكره هو قرار يعني ما عندكم مشكلة معاها يعني من حيث المبدأ. نعم. لا ما عندنا مشكلة. نعم. القضية الأخيرة في قضية في قضية المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا موجودين في المعتقلات، لم يتم تعريضهم لمحاكمة، أضربوا عن الطعام أياما، الليلة كان في تلفيق تهم وفي شغل حاصل، ما هو موقفكم من هذه القضية، قضية المعتقلين السياسيين؟ ايضا موقفنا واضح جدا، نحن بنفتكر المعتقلين السياسيين اما ان يقدموا الى محاكمه واما ان يطلق سراحهم، ما في حق النص يعني. ولكن ان تعتقل الناس لفترات طويله بدون ان تقدموا صح، بالرغم من انه حقيقه ايضا دي سنه سيئه سنها النظام البائد، لكن ده نحن حقيقه ما من أيد ولا من غير اصلا، وعندما راي معلن اذا كان في اي انسان إما أن تقدمه إلى محاكمة إذا يأخذ جزاؤه إذا كان هو مدانا، أو حقيقة تطلق سراحه. لكن حقيقة أن 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 يعني تعتقله أو حقيقة يعني تحطه لفترة بتاع سنتين وأكثر بدون تقديمه للمحاكمة، هذا يعتبر خطأ كبير، وأيضا يحسب على المجموعة اللي كانت السابقة والمجموعة التنفيذية اللي كانت موجودة، لأنه واحدة من إشكالياتنا معاها أن هي حقيقة كانت واضح جدا جدا لا تأبه كثيرا للقانون ولا للحقوق، وزي ما سمينا يعني حاولت أن تجعل من الفترة الانتقالية فترة انتقامية يعني للأسف الشديد. وضحت الصورة. أستاذ توم هجو القيادي بقوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، شكرا لك على هذه المداخلة التي حاولنا نسجل فيها جملة من القضايا، بالتأكيد لديك كثير من التعليقات، لكن إحنا نبدأ نواصل في قضية الأزمة السياسية والمحورين الآخرين. بس على التعليق سريع على الكلام الأستاذ توم هجو، ودت أن يكون كان معنا على يعني أولا يعني في سياق حديثه أو تبريره، أنا طبعا أفهم أنه هو متعاطف لأنه هو جزء من صناعة المشهد مع العسكر، يعني في صناعة هذا المشهد متعاطف جدا مع العساكر وناقم جدا على المدنيين. نعم. وأنا أفتكر هو محتاج يعمل شوية بالانس، يعني المشهد ده لم يكن كله يعني مشهد مدني بامتياز، هذا مشهد لعب فيه العساكر دورا كبيرا كما لعب فيه المدنيون المجموعة بتاعت قحط دورا كبيرا. أقول
في سياق تبريره قال والله يا اخي انا بقول الطائر انتوا اورثتونا هذا الواقع. هو اذا كان بيقصد المكون الاسلامي او حكومه الانقاذ انا ما كنت سياسي زيه. انا بفتكر انه نعم صحيح الاسلاميين يتحملوا، المجموعه التي حكمت السودان 30 سنه تتحمل، لكن حقهم لما نجي نبدا لجرد الحساب في تحمل المسؤوليه ما نطفي في الميزان. يعني المشهد ده من كان منكم بلا خطيئه فليرمها بحجر. الجماعه دي كلهم يا اخويس، كل هؤلاء السياسيين اصحاب الحلاقيم الكبيره هم لعبوا دور سالب في البلد دي، وحقه لو جينا بقينا ناس دارين نتكلم بعدل وب ب ب ب يعني بمسؤوليه انه ما نعزل في فتره التاريخ بتاعنا. ما نقول كده الانقاذ ذاته في 10 سنه حقتها كامله، وفي 10 معاه فيها قرن ومعاه الاحزاب، وحتى المجموعات اللي تمهج جزء منها دي كانت جزء من تركيبه الانقاذ، وكانت جزء من واقع الانقاذ. الانقاذ بعد 10 سنه تغيرت، ما عادت الانقاذ ما قبلها. لكن ده الانقاذ ذاته ممل. في عباره كانوا بيقولوها الجماعه زمان، بيقول لك بيقولوا لناس الانقاذ بيقول لهم رجعونا محل انقذتونا. هسه انا افتكر انه اما هو يتكلم عن تركه ثقيله تركتها الانقاذ في ناس كنت عارف في الشارع حيقولوا له اليوم يا اخي بس رجعونا محل اللي خططنا فيه الانقاذ. يعني في ما كانوا بيقولوا الانقاذ رجعينا محل اللي دارين تنقذونا منها. فانا بتكلم انه الواقع السياسي ده يجب ان نكون صرحاء فيه. المسؤوليه بتحمل الجميع. محاوله الباس الازمات البلد لفصيل بعينه او مجموعه بعينها انا بفتكر ده تغبيش لوعي الناس وتضليل لهم وهروب من مواجهه الحقائق. الجماعه دول كلهم مسؤولين عن الموضوع ده. بعد ذاك درجات تتفاوت الدرجات بتاعت المسؤوليه. هذا تعليقي الاول فيما ذهب اليه. وانا بحذرهم من انه محاوله اعطاء الشيكات على بياض اذا هم كانوا جادين هم ما دارين ينتجوا. ما هو خطوره النهج ده يا اخ ويس انه في ناس دارين ينتجوا شراكه جديده بدل المجموعه اربعه طويله مع البرهان وحميدتي. يعني دارين نستبدل محمد الفكي بتوم هاجو بالمجموعات الثانيه دي ويعاد انتاج فتره جديده. لكن هم دار يمشوا لا هو لكن ما في اتجاه حتى ده ما في اتجاه ما يعني. انا دار اقول اذا 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 التبرير الشيك على بياض موضوع من اجل انه الناس يصلوا للنقطه دي ذاتهم حيصلوها بالطريقه دي ذاتهم حيصلوها، وخطورتها انها في النهايه بتعيد انتاج الازمه من جديد. اذا الناس يطعزوا من تجربه الانقاذ ويطعزوا من كل تجاربنا في التاريخ السياسي، مفروض من البدايه نفهم انه البلد دي ما في فصيل سياسي بعينه حيقدر يسوقها براه. البلد دي تحتاج لجميع الناس ان يمضوا بها الى الامام. طيب يعني هو في نقاط طبعا وردت، يعني يبدو انهم لسه يعني صابرين على المكون العسكري ويعني ما في افق يبدو. في ظل هذه الاجواء العصيان المدني نفسه، القوى الاخرى في الطرف الاخر التي تدعو للعصيان المدني وتدعو، يبدو انها على مدار يومين يعني امس والليله في حالة فشل استجابة لهذا العصيان، رغم أن الأجسام الداعية له يعني ناس بيذكروا أحيانا يعني مثلا زي 15 جهة أو أكثر يعني كلهم مؤيدين وداعين لهذا الاعتصام. بالعكس بدأنا نشاهد مشاهد أخرى أن الناس تتذمر من قضية تتريس الشوارع، ونجد أيضا هناك تحرك في الإدارة الأهلية بيقول أنه ممكن يفرزوا شباب يفكوا التروس دي وأن الخرطوم دي برضو حقتها. إحنا سنشاهد مجموعة من المقاطع سواء كان لبعض المتضررين أو حتى بعض كلام الإدارة الأهلية، ونعود للتعليق على هذه القضية. شاهد معنا. طالب بحقك، طالب بحقك لكن الشارع ده في المرين دائرة جنوب في الدارين دائرين تولدوها في الانواج مباشر المستشفى. الآن.
انا زول مزارع بسيط، الناس اللي سادين عليه الشارع ده مبوير لي خداري ده في السوق الليله ما بيتباع. انا طريقه المعيشه بقت لنا صعبه، عندنا اولاد بيقروا ورانا نحن، وعندنا ناس دارين يصرفون. الحاصل شنو؟ احنا المظاهرات ده مستفيدين منها اي شيء، وناسنا تعبانين للنهايه. ولا عندنا قضيه بحكومه، ولا عندنا قضيه بسياسه، ولا هنا الشارع ده خلوه لنا فاتح عشان نقدر ناكل لقمه العيش. بنقول ان هو وهو كبير هو لا يستهان بها. ارياف الخرطوم هو كبير، هو ولا ما هو؟ هو ولا ما هو؟ هو ولا ما هو؟ القوه اللي يقولها لله سبحانه وتعالى وللقوات المسلحه. نحن حننزل الميدان في الغريب العاجل. نزل الميدان لانه الخرطوم دي حقتنا. الخرطوم دي بلدنا. الخرطوم دي حقتنا نحن، ما في ثاني رجل يجي ما يجي يسلطوا علينا. احنا على الخرطوم. وحنقول كلمة الخرطوم وحنعمل بأهل الخرطوم وما في داعي نرجع لي ورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحن بنقول لغايد غايد العام ظهرك مؤمن وأهل الخرطوم معاك. بنقول لغايد سلاح المهندسين أبشر بخير أبشر بخير. نحن بنقول لغايد سلاح المهندسين الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا 100 شاب من أبناء الجمهورية، و100 شاب من أبناء القريات، و100 شاب من أبناء البطاحين، و100 شاب من الحسانية، و100 شاب من البرنو، و100 ألف شاب، ألف شاب دينا نحن إن شاء الله الأسبوع الجاي يدقوا تمام عقاية سلاح المهندسين لإزالة كل المتاريس الموجودة على الحكومة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألف شابين حيكونوا تحت القوات المسلحة لإزالة كل المتارس في الخرطوم. وباسم الكليات وباسم الجمهورية وباسم البطاحين البرة ب 1500 شاب في كل قبيلة تعمل للقوات المسلحة. إذا كان هذا جانب من الأوضاع يعني الموجودة. أستاذ طاهر، يعني إلى أين تسير البلاد في ظل هذا الظرف؟ يعني الشعب يوشك أن يضرب بعضه بعضا، يعني إحنا بنتكلم عن ناس بيقطعوا أرزاق الناس بقطع الطرقات الداخلية، وبنتكلم عن إدارة أهلية مستعدة أن تنزل شبابها ليفكوا هذه المتاريس. شفنا الرجل الكبير في السن وهو يعني لوحده أمام مجموعة من الشباب يحاول فتح هذه المتاريس. والله شوف أخوي، الوضع يعني بالنسبة للناس الداري ما عندهم علاقة بشكلة النادي السياسي السوداني وصراع البران وقحط الناس، ما الموضوع ده بهم ناس يكون قاعدين في الأسافير، في ناس دارين يأكلوا لقمة عيشهم، يعني دارين يعيشوا. يعني رايز زيزال عنده الخدار بتاعه ده، بيجي يبيع خداره في سوق المركزي ولا في سوق العشرة ولا في واحد من الأسواق الكبيرة دي، ما عنده لا ما حد في حاجة ذاته يتلموا في الحكومة دي غير انه يوقفوا بتاع مرور يقول له رخصتك ولا عنايك ولا يجيب بتاع المحلي بيزرع من واطاته ويمشي يبيع للمواطنين. راجل يعني في ناس حقيقه حياتهم بعدين فيلم ده طول، يعني فيلم ذاته ممل، يعني حاجه ممله. يعني نحن ذاته ما عارف القصه دخلنا فيها دي بنهايتها بتين، ما حد ينتهي. يعني اذا هو كله 10 شباب مسكوا قفلوا الشارع والناس الباقيين كلهم قاعدين في بيوتهم يتفرجوا، يعني ابائهم بيتفرجوا. يعني إذا كان في ناس بيتكلموا عن إنه السلطة العسكرية أو المجموعة العسكرية تستبد بالبندقية، ففي ناس بيستبدوا بقفل الشوارع يعني. ويتخيل إنه الجماعة ده لو لقوا بندقية، ده ما مستبدين آخرين، ده فرقهم شنو من العسكري، بس ما عنده بندقية بيقتل بها، لكن ممكن يضربك. ده بس ده يعني فعل نفسه. هو بيتكلموا حتى فيديوهات الليلة انتشرت بيقول له أي زول حيطلع من بيته، أيوة إحنا نكسر القزاز بتاعه. أنا كسرك وأنا بس عمك ممكن يضربوه، وضربوا ناس قبة كده، في ناس طلعوا له مسيرات ضربوا يعني. مش طلعوا يعبروا على الرأي ديل، بس ما لاقي سلاح يا أخوي. ديل لو لقوا سلاح بيقتلوا الناس. يعني هو في النهاية بس ده فريق في الأدوات. يعني ما إذا أنت بتكفي الشارع ولا بتدش إلا بندقية وأنت بتسيطر بمجموعة بتاعة أولاد وصغار، يعني ولا الحال المستغرب لا حقيقة إنه في حالة من التساهل المجتمعي تجاه هذه الظاهرة. مجموعة من الأطفال صغار تلقى ناس كبار مستجيبين لهم، يعني مجموعة ديل بيكون جابون زول قدامهم لساتك ولا هم قروا في الوسائط دي انه هم ابطال وكده وطلعوا عملوا الحكايه دي. يعني يا اخي ما في ما انا في تقديري انه الاحتجاج على كل هذا الواقع ممكن ومتاح بدون ما تعذب الناس، بدون ما تأزم حياتهم. يا اخي في ناس ماتوا في الطرقات دي زي ما في ناس
ماتوا برصاص الأجهزة، في ناس ماتوا بالمنع أيضا في أنهم يسحبوا إلى المستشفيات ولا يمشوا وهكذا. فكرة التروزي فكرة باتت اليوم بحكم الواقع يعني فعل سيء. لكن الفعل السيء كذا أستاذ طاهر، ممكن بعض المشاهدين يقول لك يا أخي تقولوا عنه فعل سيء، زمان لما انترك قفل الشريك ما كنت بتستنكر عليه قفلة الشريك ولا كده، وكنت يعني يعني هكذا صحيح تتهم يعني يقول لك يا أخي كيف أنتوا تنتقد الدرس دروس هنا وما تنتقد. ما فيش أدوات، ما هي دي أدوات أقرت. إحنا الآن نتكلم عن المبدأ. أنت أقريت الأدوات دي، أنت لا دار الأدوات دي تشتغل بها في الخرطوم تبقى كويسة، ومن ترك استخدمها تبقى كعبة. بمعنى أنه نحن إذا دار نتفق نقول والله الأدوات دي ما تشتغل، ما تشتغل في كله، في كله ندينه كله. نحن مش بررنا لها، أنا ما بررت لها. أنا أدنت الانتقائية بتاعت العقل السياسي اللي بينتقي، بيجرب في حتة وبيشيد في حتة، بتكون المجد للمتاريس والمجد للحكاية، وبعد ذاك من يجوا ناس تانيين يقول لك لا ديل أولاد لزين وديل اللي عملوا الحكاية دي. والآن في أخبار أنه في زول يعني قالوا قتل في إحدى التروس، وطبعا في الأسافير الآن في هذه اللحظة تضج بقضية مقتل أحد الأشخاص على التروس. في نفس الوقت كان هناك حديث وتكلم عنه حميتي وتكلم عنه ناس كثيرين أنه كان هناك مطالبات للقوات الأمنية للتدخل في شرق السودان وفتح المستاريس بالقوة. نعم، يعني من كانوا هم في السلطة كانوا دائما يستخدموا الجيش ويستخدموا الأدوات الأمنية للقمع. يا أخي جماعة ديل صراحة يعني ما كفاية استهبال، يا أخي كفاية استهبال وكفاية عبط على الشعب السوداني. يعني حالة النفاق اللي بيخش فيها بعض الناس على العسافير ما بتغبش وعي الناس عن الحقيقة عن الحاصل. يعني انت عشان خايف يجوك 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000 اسم مجهول في الاسفير، مضطر تنافق الجماعه دول وتقول لهم كلام لصالحهم. قولوا للناس الفعل اللي بيتم على الارض ده، وقولوا للسلطه دي زي ما هي بتقتل والقتل ده خطا، الفعل اللي بيشتغلوا له الاولاد ده برضه غلط. دي ما طريقه اداره السياسه. محمد حسن بيقول لك اغلاق الكباري بالحاويات، ما طريقه اداره السياسه. كله ما صح، كله ما صح، من برهان ليه الجماعه ده كلهم يتحمل مسؤولية العبث التامة في البلد دي، وده كله على حساب المواطن السوداني. نبقى صادقين يعني احنا ما دام نجمله شزول ولا عندنا حزب عشان نجمله شزول، كل الفعل ده ما حينتج لبلد مستقرة. السودانيين ما هيعرفوا قيمة بلدهم دي لما تضيع منه، ما هيتعلموا إلا في رقبته. ما داري يقروا التجربة الإنسانية اللي قدامهم دي، بتخيلوا أنه سوريا ولا اليمن ولا ليبيا دي حاجة كده في زحل ولا في المريخ، وهم يعني الحاجة كده الاستثناء في الدنيا. لا يعني الطريقه بتاعت انك انت دار تظاهر وتحتاج وتظل، ما فيش كان نتفق على انه انت دار تظاهر وين وتحتاج بدون ما تعطل الاخرين. انت ليه دار تستبد على الزول ما دار يمشي ظاهر، وانت ليه سلطه دار تشيل السلطه وما دار تنتج فعل سياسي بحيث يضرب البلد الى ان يحصل تحول حقيقي، بدل يحصل اختصام بتاع سلطه مع مجموعه الف ولا مجموعه ب، مجموعه الميثاق ولا مجموعه حمدوك ولا مجموعه قحط الاولى. يعني انا دار اقول ان المشهد ده كله اخويس، كل هذا المشهد مشهد عبثي بامتياز ويجب رفضه بالكليه. نحن دارين مسار مختلف تطلع به البلد من الحاله دي، لا في ذلك في الليك طريق، لا في ذلك يقتلك يضربك برصاص. خلونا نتواضع على مخرج امن للبلد من حاله العبث دي، والا النتيجه العمليه انه حينزلوا ناس يضربوا ناس، بعد شوي حتبقى حرب اهليه في الشوارع بين الناس. دي النتيجه. ما دار لا يا اخي الموضوع ده ما داير له ذكاء كثير، وما داير له ثقافه كثير، يعني اول سيد عربيه حيقرر يدهس يعني بتاع الترس ده، او اول زول حيكون عنده طبنجه وحيقوم يعني يستخدم الطبنجه دي، ممكن تكون دي بدايه لحرب لها اول لها ليس لها اخر. احنا مشكلتنا الا نشوف في رقبتنا. انا وصلت للقناعه دي، شعب السودان الا يتعلم في رقبته. احنا عندنا مثل سوداني يا اخوي بيقول لك السعيد بيشوف في اخوه والشقي بيشوف في رقبته. نحن واضح انه نحن داخلين في مقام الشقي دي الا نشوف في رقبتنا. واول ما تقول الكلام ده فزاعة ودارين تخوفونا ودارين تعملوا لنا، طيب يا سادة يعني خلونا نجرب الشارع ده حيودينا لوين. الان البلد تديل الدولار 500 حوالي الناس المعيشية، نحن بنسمع الشكاوى بتاعت الناس الهروب بتاع الدفع. دفع يا اخي في الجامعة بيكون فيها 3 و4 دفع ما قروا. يا اخي لا تعليم ناس، انتوا هو التغيير ده قيمته شنو يا اخويس؟ انه البرهاني مش ولا عمر البشير مش ولا يمشي؟ يا اخي التغيير قدرتنا انه نصنع مستقبل افضل مما الواقع اللي كنا فيه نحن، مش نحن نبقى في حاله حنين للماضي. هسه الجماعه ده لو ما تناقشوا يقول لك يا اخي ما الانغاز سوت كذا، طيب يا اخي الانغاز سوت كذا وبيتكلم، انت لا تكرر الانغاز بالتكلم دي ثاني، يا اخي ابقى احسن من الانغاز.
ابقوا احسن من البشير، ابقوا احسن من الناس اللي فاتوا، ورونا القيم اللي بتتكلموا عنها دي، خليكم صادقين لمره واحده، والقيم اللي كنتوا تتكلموا عنها عن الحريه والسلام والعدل خلوها نشوفها، خلوها اشوفها في انا الحريه وانا ماشي طالع من بيتي، ما يعترضني ولد ولا مجموعه قاعده دار ترهبني ولا تعنفني، زي ما انا برفض اعتراض السلطه علي وخروج علي وقتل علي. خلونا القيم دي نتكلم عنها كلام عملي مش نظري، يعني مش كلام في الاسافير، مش نجمل الموضوع في الاسافير. يا اخي نحن مستبدين، مستبدين والله، بس ما لاقين دبابير. والله المجموعه دي لو لقيت الدبابير بتاعت برهان وبندقيه حمتي والله تفعلوا في الشعب السوداني ما اقل مما يفعلوا فيه الجماعه دي. كذابين يعني، بيكذبوا على بعض، ونحن داخلين في حاله نفاق. الاسافير دي دخلتنا في حاله بتاعت نفاق، نفاق اسفيري، كل زول دار يجيب وانا وادين واسوي. يا اخي تدين بالجمله، تدين المشهد العبثي ده كله. مدين لك ولد مات في وسلطه بتضربه، وتنسى انه ورا الموضوع ده في جهه قاعد تستثمر فيه، في جهه قاعد تصنع فيه. ما انت تسد افق الحل السياسي وتقول يا انا يا الموت، حيموتوا الناس. اما انت بس تكون بتعاين للزول اللي بيقتل بس، وما بتعاين للزول الصانع مشهد الموت ده، ما بتكون زول عادل في المسار. دين المشهد ده كله، دينه بيه برهان، ودينه بيه حزب الشيوعي، وبالمجموعات القاعده فيه دي كلها، بيه كل العبث ده، بيه الاولاد، تدين المشهد ده كله، تقول لهم ده ما حينتج حل سياسي للبلد، ده حيسك من الخراب والدمار، ده حيدمر البلد السوداني. لكن نقعد نحن كلنا في الكورال بتاع انفاق اجتماعي على الاسافير عشان كل زول يلقى له لايك وكذا، ونسوق البلد باللايك والشير، في بلد يسوقها بلايك وشير، ونحسبكم مسؤولين وامنا مع نفسهم. بلدكم دي حتروح، حتضيع البلد بالطريقه تحت الطريقه اللي نتعامل بها مع العمل السياسي. معلش دول يعني نقدر فيك هذه الحرقه، وربما كثير من المشاهدين يشيدون بهذه الصراحة والوضوح في 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 قراءة المشهد. ننتقل في كل هذا الأجواء، أنت ذكرت قضية الإنقاذ وكذا، هناك قضية العلاقة مع الكيان الصهيوني. كل مباراة الاتساق حتى ما ذكره التوم هجو هو لإخراج البلاد من الواقع الاقتصادي السيء وقائمة الإرهاب وما شابه. كيف نفهم حقيقة أن السودان الآن يستقبل وفودا صهيونية وهو في أشد يعني حالاته او من السوء الاقتصادي؟ يعني لا يقارن هذا الوضع بالوضع السابق حتى في ظل العداء مع الكيان الصهيوني. مش كده، تعرف الحكايه دي عن مقافنا ناس الانغاز كان طوال يقول لك نحن مشكلتنا كلها الاساسيه ما حصل لنا وما حصل لنا بسبب انه نحن ما وافقنا على التطبيع مع اسرائيل. الحكايه دي زرعت في عقول الناس انه بس والله نحن لو لقينا الإسرائيليين ديل وطبعنا معاهم أمورنا كلها حتظبط. للأسف بالفهم البسيط ده، يعني شوف موضوع إسرائيل ده عشان أنا أحاكمه بمنطق غير أيديولوجي، ما أقدر أحاكمه بفكر ديني، ما أقدر أتعاطى معاه بمنطق المصلحة اللي بيتكلموا به وهو بيتكلم به الفريق البرهاني. يعني مش قال عنده مصلحته بتودي الشيطان بيمشي لها؟ صحيح. خلينا نتكلم معاه بمنطق المصلحة دي. أنا يا أخوش أتهم كل الفعل اللي بيتم مع الإسرائيليين الآن أنه أجندته ما وطنية، أجندته ما وطنية، أجندته لحماية السلطة، بمعنى أنه مجموعة قحط اللي هي كانت جزء من هذا القرار وشريكة فيه. والبرهان ده يتحدى حمدوك، ده كان حمدوك ده من قال أنا ما عارف، قال لي أنت عارف، وفي ناس كتار جدا شهود على الواقع ده أكدوا ذلك. الجماعة ده كلهم بيتخيلوا أنه استدامة بقائهم في السلطة بتم بالسند الإسرائيلي والأمريكي. يعني ما نتكلم هنا عن معطى بتاع عن والله مصلحة الشعب السوداني، لا، أنا هنا أزعم أن المنطق الدخل به على هذه القضية لم يكن منطقا متصلا بقضية مصلحة وطنية، لا، دي موضوع مصلحة بتاعة ترتيب أمن سلطة لأشخاص أو لمجموعات تريد أن تستأثر بهذا المشهد، تريد أن أن توفر لها إسرائيل أمان. صراع مكونات سلطة، يعني سلطة أرادت سحبت الموضوع ده لصالحها، هي دخلته في 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 حساباتها هي، عشان كده حصل سباق، حصل سباق مواسبة على إسرائيل. المدنيين ما مشوا ورا يا إخواننا، أنتم جيتوا المدنيين مشوا بأوروبا، نحن دايرين أنكم تتفاهموا معانا، ونحن برضو ما تتكلوا على الجماعة دي. الموضوع ده ما عنده علاقة بالشعب السوداني، عشان كده ما عنده ثمرة عملية على الشعب. خليني ده في المستوى الأول أقول لك، خليني أقول إنه موضوع إسرائيل ذاته ما بتديك حاجة، لو ما شالت منك هي جايبة تجند وأجندتها شنو في المنطقة معروفة بالنسبة للناس، الأجندة بتاعتها معروفة. خلونا نحاكمها بمنطقة الجماعة دي، مصلحة وطنية، لقيتوا شنو من العلاقة معها مع الصهيوني حتى الآن؟
ايش اللي يقوم؟ ايش ثمر العمليه اللي طلعنا بها من الان؟ كنتوا تتكلمون عن العقوبات دي حتنتج علينا المن والسلوى، وانه العلاقه باسرائيل حتعمل لنا وحتعمل لنا وحتعمل لناها. اسرائيل امنت نفسها، اذا كان في سلاح بيجي كان بتضرب في الخرطوم ولا بتضرب في بورت السودان، اذا كان في اي دعم او سند امنت الموضوع ده. واول زياره مشت بها للتصنيع الحربي، واول هديه قدمت للبرهان قدم له سلاح او لموفد الصهيوني. ايوه نعم، قدم السلاح هو من السودان، من السودان قدم له سلاح. خلاص احنا سلمناك سلاحنا، يعني احنا عندنا بندقيه السودان. نحن يا سيدي بندقيتكم في هذه المنطقه، نحن يا سيدي جنودكم، نحن يا سيدي خدمكم في هذه المنطقه. ده المنطقه السلطوي، منطقه السلطوي، وحاشا للجيش السوداني بتاريخه الطويل ده كله انه البرهان يسوق للمستوى ده، مستوى خدم للصهيوني. عشان شنو؟ والمدنيين ده كلهم، انا الليله شفت فيديو كان في البي بي سي لمحمد الفكي يقول احنا جزء من الموضوع، مثلا كلهم داير يقولوا احنا جزء من الموضوع. حتى انا اخذتهم هجده احنا جزء من الموضوع. ليه احنا جزء من الموضوع؟ صار بيفتكروا انه دي الاسباب اللي بتخليهم قاعدين. مع العلم ان الان بعض الذين يتحركون في الشارع الان بيسوقوا انه ده البرهان، نبهناكم من البرهان وانه ده المساكين. يا اخي ده بيغشوا في الاولاد الصغار، يا اخي ده عبس بعقولنا. يا اخي السياسه بقى مستواها ليك شديد، يعني الموضوع بقى مستواه مدهور شديد. يعني انت ممكن تعبس بذاكره الناس وبعقولهم. ده ما تاريخ قديم، ده تاريخ قريب يا اخي، نتكلم عن سنتين. فيديوهات قاعده الفيديوهات موجودة. أنا أقول يا أخوي الجماعة ديل جايين جزء من مصلحتهم الاستراتيجية. الإسرائيلي والأمريكي بيحقق مصلحته، إحنا ما قاعدين نحقق مصلحة. أول شيء الآن مستوى القيادات الموجودة في البلد الآن أقل من مستوى أنها تحقق مصلحة للسودان. من البرهان وخط حد، لا أستثني أحدا دون هذا المستوى. ثانيا النتائج العملية منذ عملية الموافقة واللقاءات حتى الآن تنتهي إلى أمن السلطة. البرهان لما جيت حرك في 25 اكتوبر رسل وفد الى اسرائيل حتى ياخذ الموافقه والضوء الاخضر والدعم والمسانده. ده الموضوع، ما نغوش على بعض، ما نغوش على رقبتنا، ولا احد ولا المجموعه المدنيه دي. دي المجموعه ما يعني اقل ما يقال فيهم انهم عملاء للخارج. دي شغالين عبيد حقيقيين لسادتهم الخارجي، بس كل دول عنده سيد براو، عنده سيد اقليمي، ده عنده سيد دولي، حمدوك ده بيشيل من اوروبا، في ناس شغالين مع امريكا. احنا بلد زي ما كتب واحد قال عربيه فيستو ولا عربيه ممكن تغير مسار سياسي في السودان. يا اخي الحكايه بقت يعني وضعها، فما في كلام عن انه والله الموضوع ده. خليني من انا اقيس الدول الحولنا لقت شنو من موضوع اسرائيل. لكن دلالته شنو هسه في اللحظه يعني ممكن يكون مرتبط بحاجتين، بتعميم خدمهم داخل السلطه، جزء من المعادلة، لأنه في الآن معادلة بتتم في السعودية وبتتم وين، خاصة أنت منتبه لأنه الأمريكي بقى لو دار يتكلم عن السودان بيضرب لإسرائيل في البداية، بيضرب للإسرائيليين، بيضرب للإقليم، بيمشي هنا وبيمشي هنا. يعني ديل عارف أنه جماعة المؤثرين في صناعة القرار الداخلي في السودان. ده مسار بتأمين الوضع الموجود الآن اللي هو دي حالة بتاعت الآن، الحالة الموجودة في البلد حالة تعبانة، يعني حالة منتهية. نحن في حالة بتاعت انعدام للفعل السياسي وحالة ضعف وتداعي، والبلد وضعها زي الزفت. يعني ده مسار. في مسار ثاني متصل بتأمين في الخليج، نحن جزء منه بشكل أو بآخر. ونحن أصلا في مشروع في المنطقة يا أخ ويس بيجعل إسرائيل ليست عدوا وإنما إيران هي العدو، ويراد للسودان أن يكون جزء من هذا المشروع. وليس سرا أنه المشروع ده عرض على الرئيس البشير ورفض، رغم أنه الرئيس البشير قطع علاقته مع إيران، ورغم أنه الرئيس البشير يشارك في حرب اليمن، رغم أنه كان بيشارك في الاثنين ده، لكن كان في مشروع كله إعادة ترتيب المنطقة، ما يسمى بصفقة القرن، وانضربت ب يعني بعد رحيل الداعم الرئيس بتاعه تأخرت، لكن في مشروع حتى الآن أسبابه قائمة ومتوفرة متصلة ب موضوع الإيران. برضو السودان ممكن يكون جزء من، يعني يكون برضو ده جزء من التفاهم. أنا بفتكر الموضوع بيسعى على اثنين، لكن الإسرائيلي ما بيشتغل لصالح زول، يعني أنت عارف، يعني يشتغل مصلحته هو في البداية، مصلحته الرئيسية التي يتحقق، وهو جزء من جولة
جولة في المنطقة ويعمل فأنا بفتكر دي المسارين الواردات يعني. في ناس ربطوهم مع زيارة الوفد الأمريكي اللي الآن قاعد يقابل يعني حتى أثناء الحلقة دي كان في جاء خبر عاجل أنه الوفد الأمريكي يلتقي بتجمع المهنيين يعني الحزب الشيوعي في نهاية المطاف وأنه في لقاء تم مع قحط وقالوا وجود الوفدين ديل في وقت متزامن عنده دلالات معينة. والله شوف أنا بالنسبة لي الموضوع ده شان السوداني عموما أخوي ما عاد شان وطني يعني الموضوع ده بقى عند الجماعة دي البلد فقدت تماما استقلال. كيف تعود البلد للخط الوطني؟ ده موضوع طويل. أول شيء بتغيير كل المعادلة الموجودة قدامنا دي بعسكريها ومدنيها. أنا قلت من قبل في لقاء إنه منظومة الفشل دي ما بتستثني البرهان ولا محمدوك ولا حبيبتي دي كلها منظومة بتاعت منظومة فشل أورثت البلد دي. المنظومة دي كلها يجب أن تتغير. ما في سبيل لنا الآن سنحلم بتغير الواقع ده إلا عبر أنه نمضي إلى انتخابات. أنا بتكلم عن أي خيارات عدمية أو خيارات عمياء ممكن ينتج هذا الواقع ولا ينتج. طيب برهان ما ماشي الانتخابات في 2023؟ نعم البرهان ماشي الانتخابات نظريا، عمليا ماشي وين؟ اديني شاهد واحد عن البرهان ماشي الانتخابات. والبرهان مصلحته شنو في الانتخابات؟ وقحت مصلحته شنو في الانتخابات؟ وقوة الحرية تغير مصلحته شنو في الانتخابات؟ ده كلهم عندهم مصلحة في الانتخابات، ولا الخارج عنده مصلحة في الانتخابات. إذا دار يكرس عملاء وديل في داخل البلد ما عندهم مصلحة في الانتخابات. حقيقة طبعا ما ترى لا يعني اثنين ثلاثة. وبعدين احنا ما محتاجين نقرا الغربي والآخر ده منهجه كيف ما شايفينه قدامنا قاعد يدعم الدول اللي قدامنا قاعد يدعم الدول في انتخابات. يا أخي هي ما هي ما هي ذاتها ما من المدهشات والمبكيات إنه بيتكلموا عن الديمقراطية في السودان. هي دول من حولنا لا علاقة لها بالديمقراطية بتطلع في بيانات وتوقع عليها. يا أخي ما في خجل يا أخي أخجلوا. انتوا بتتكلموا عن بلدنا ده انتوا عملوا انتوا ما عندكم ديمقراطيه. تتكلموا عن بلدنا احنا فيها ديمقراطيه. انتوا يا الساده الامريكان انتوا جايين تعملوا ديمقراطيه في السودان. الدول اللي بتوقعوا معاده فيها ديمقراطيه ولا لان السودان خلاص بقى بلد مهمل يعني ما عنده سيد يعني يسوقوا شمال يسوقوا يمين ومستوى النخبه السياسيه بتاعه زي ما شايفين الان نخبه دار تتملق اولاد صغار واقفين في الشارع يتخيلوا انه دي الطريقه بتاعت انهم يبقوا. فاحنا بنعاني حقيقه من اضطراب شديد في الواقع بتاعنا. القيادة الموجودة قيادة غير مسؤولة ما في رؤية للبلد ما في إرادة للخروج. والإرادة دي يا أخوي أنا ما بعني بها البرهان ولا بعني لها حتى مجموعة قحط بس حتى التيار الإسلامي والوطني كل التيارات كلها الآن مسؤولة عما يدور في البلد. القاعدين متفرجين والماسكين التلفونات والقاعدين يكتبوا في التعليقات ده كلهم مسؤولين عما يدور في البلد. البلد فرجة. في ناس قاعدين يتخيلوا إنه الحريق ده لو قام ما حيصيبه. اسمع زي ما قالوا له الحريق في غريتكم قال بيتنا قالوا له الحريق في بيتكم قال غرفتي. يعني المنطق بتاع انك انت بتتخيل انه الحريق اللي بيشتغل ده انت بمنجى منه او بما منه انت واهم. يعني الان حاله السلبيه والعجز وعدم التعاطي مع هذا المشهد ده بيزيد من الحمول على البلد من مستقبله. دارين نكون جادين اكثر التعاطي المجتمعي وتعاطي الاحزاب والحركات يعني. نعم يعني انا شو حتى المجتمع السوداني كله قاعد يتفرج لها ده ما اولادهم واقفين قاعد يسدوا هو بيشكي منه مش بيشكي المجتمع بيشكي المجتمع من سد الطرقات بيشكي المجتمع من قتل الاولاد. طيب انتوا عملتوا شنو المجتمع عمل شنو عشان يحارب يعني انا في حي عملت شنو عشان احارب الواقع ده. بس انا مسؤول عن انه اولادي ده لاكلهم مسؤول عن اولادي ده لاربيهم مسؤول عن اولادي ده اعلمهم مسؤول عن اولادي ده لعالجهم. انا لاقي صعوبه في القصه دي. انت عارف الحل شنو بقى الان؟ بقى خلاص فردي ابيع بيتي وامشي اشوف لي مصر. احنا الان كلنا في تفكيرنا هو تفكير بتاع خلاص فردي بتاع هروب يعني من المشهد مش تفكير تغيير الواقع ده مش المساهمه في تغيير هذا الواقع. لانه انا ما داير اقف في حته يقوموا بكره يكتبوا عني في الفيس يقولوا والله الطاهر ده مثلا يعني خايفين من الفيس ما خايفين من انه النار دي تولع في بيوتنا وتدمر واقعنا ده كله ونتحول لمجرد لاجئين وناس حايمين في بلدان العالم. ويا ريتنا لو عندنا وجود رزاته زي الشعوب الثانيه اللي قدرت انها تقدر تعيش وتلقى لها فرصه رغم الدمار الحاله باهلا وبلدها انها تقدر تعيش في سوق وتقاتل في سوق العمل. يا ريت لو عندنا القدره دي ذاتها ما عندنا. نسال الله سبحانه وتعالى فرج من عنده. يعني في المحور الاخير من هذه الحلقه يعني هناك قضيه المعتقلين السياسيين الذين يعني
التوهج قال موقفهم منه انه لابد ان يتم اطلاق سراحهم، لكن يعني كلام يعني وين ضغطهم العملي زي السي حلاقيم والمشقوقه في 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 موضوع السلطه، يعني وين حلاقيهم مشقوقه يعني عشان لكن لكنه موقف صادق يعني موقف لا موقف يشكر طبعا يعني موقف مبدئي يعني انا بدي اكون اكثر صدقيه في هذه في التعاطي في القضايا مش يعني ما هو طلع عمر الدقير قال لي برضه كلمتين هذا ما كنت يعني ببيع يعني لكن هو ما في حيقول لك الاحزاب السياسيه اللي بيطبع عليها المعتقلين ما قاعد تطلع هذا شجاع. طيب موضوع المعتقلين السياسيين يعني انا مثلا دارس بتينا للفريق البرهان فضيله فضيلة سرعة اتخاذ قرار لم أشهدها طوال تجربته له في على مدى السنتين منذ ما إنجال السلطة يعني اللي هو قرار بعزل النائب العام وطرد 3 من وكلاء النيابة ويرجع غندور، وأنا والله اندهشت لسرعة اتخاذ القرار. لم أجد البرهان سريعا في اتخاذ قرار في حياته العملية طوال وجوده في السلطة مثل اتخاذ هذا القرار الظالم الذي كرس هذا الواقع الظالم على أخواننا المعتقلين دين العام. ده القرار الوحيد اللي اتخذ البرهان دون أن يلتفت رغم أنه هذا القرار ضرب فيه المؤسسة العدلية بمقتل. أنت بترفض النائب العام لأنه اتخذ قرار لناس معتقلين أكثر من 18 شهر وقانوني واستنفذوا كل التمديدات وشلتهم ورمي. يا أخي دخل لي شلت كبر طلعته المحكمة وسجد لله شكرا في المحكمة، طلعته المحكمة شلت رميته في كوبر. هسه واحد من الناس المصابين الآن بالكورونا في كوبر. الآن خجل هذا الرجل بيتكلم لك عن العدالة والحرية. ده القرار الوحيد اللي اتخذه البرهان بسرعة، سنحفظ له حقه يعني. ده القرار الوحيد اللي في سيرته الناصعة قدامنا اللي اتخذ فيها قرار بالسرعة المطلوبة، هذا هو القرار الذي قضى فيه بضرب العدالة في مقتل وسكتوا الجماعة دي كلهم. لأنهم كذابين ومنافقين ما بيتكلموا عن حرية ولا عدالة، حرية وعدالة عليهم هم بس. لكن ما هو أنت أنا بعرف قيمة الحرية والعدالة عندك وين، ما بشوفها في خصمك، ما بشوفها فيك أنت، بشوفك أنت بتناصر خصومك كيف. إذا الموقف عندك موقف مبدئي لك كذابين ده اللي بتاجروا بالقضايا دي سلعة رائجة. إذا الحرية لهم ولا ليهم هم دي القضية المركزية، لكن اللي غيرهم لا، أرموا محمد علي الجزولي أرموا غندور أرموا الجماعة كلهم يرترموا في السجن دي إلى ما يشاء الله. ولذلك موضوع الرئيس البشير له يومين أصيب بكورونا وعلي عثمان محمد طه وعلي عثمان وغندور مجموعة كبيرة ووضع بتاع الرئيس البشير يستوجب من دون غيره وأنا على علم بهذا يستوجب نقله إلى المستشفى وسلطات السجن تمانع من ذلك حتى الآن، حتى قبيل دخول هذه الحلقة تمانع من نقله إلى المستشفى. طبعا وجود البشير ووجود المجموعات دي وجود بقرار سياسي. أسا ما في جزء البرهان مرات يقول للجماعة والله الحكاية دي لأنه النائب العام ما فيلم يعني مكشوف يعني. هو النائب العام طلع الناس أنت دخلتهم السجن يعني، إذا النائب العام عنده قيمة والقضاء عنده قيمة عندك ما كنا شفنا في الباقيين دي. طيب بعد أن نقول للبرهان وديهم الحتة السجن تفاعل ياسر عرمان وفيصل محمد صالح والمجموعات بتاعت قحط وديهم الفندق الجميل ليه ترى رايل كان قائدك في يوم الأيام. أنا لا أناشد في هذا المقام، أنا أناشد الجيش اللي عندهم يعني إقرار بفضل هذا الرجل. ده رجل الآن بيكون دخل في 80 سنة ورجل اتفق الناس واختلفوا معه ودول عنده زور ومساهمة في البلد وكان قائد لهذا الجيش يستحق طريقة بتاع التعامل أفضل. إذا حرم من حقه القانوني وحبس في السجن كل هذه الفترة الحد الأدنى أنه ما يحرم من حقه في لأنه يعالج. طبعا نحن بنقول أنا بقول الكلام ده وقدامي شهد الزبير أحمد الحسن كيف مات، قدامي أبو هريرة حسين كيف طلع من هناك مصاب بعمى ومشكلة في الكلية وتوفي رحمه الله في القاهرة، قدامي شريف بدر، قدامي عبد الله البشير، قدامي حسين خوجلي الآن فقد بصره. أنا بقول قدامي نماذج لعسف السلطة وجورها وظلمها وتعديها. والجماعة شابكين يصفي يقول لك البرهان ده كوز يعني. أنا قدامي ده كله، هم طبعا هم جاهلين بأنه السلطة دي ما الموضوع السلطة ده موضوع أكبر من الانتماء يعني، أكبر من أي انتماء يمكن أن يصمد به الرجل يعني. وإن كان الرجل لم يعرف عنه طوال تاريخه أنه كان جزء من العمل السياسي بتاع الحركة الإسلامية. مش أقصد أنك تبقى في حتة والي ولا مسؤول
تكون بحكم وجودك في المسؤولية أنت مسؤول عن العمل الحزبي فيه يعني. فالرئيس البشير وضعه يستحق أنه والإخوة معاه معظمهم فوق 70 سنة، وضعهم الصحي الآن لأنه أنت عارف البلد الآن ظرفها الصحي كيف، يستحق أنه ينقلوا إلى مستشفى في تلكؤ في عدم استجابة. السبب شنو في رأيك؟ والله هو شوف الحمولة بتاعت الجماعة دي الكثير على البرهان تاري تخلص منهم بالموت في السجن يعني. موت بطيء يعني. الجماعة دي لو ما دول أحسن حاجة بالنسبة له، لأنه ما قادر، ما في مشكلة أنت ما قادر الناس دي تودوهم للمحاكم، تودوهم للمحاكم بيطلعوا، لأنه كل التهم كل الإدارة دي أخوسية معظمة خلينا نكون أقول منطقي، دي إدانة إعلامية، دي إدانة إعلامية، إدانة تم صناعتها في الإعلام. اما نمشي للقضاء ما بيبقى الموضوع في الفيس، انت كتبت في الفيس ولا زول مشى عمل لي برنامج في التلفزيون ولا كده، لا بيتغير الموضوع، بيبقى وثائق ومستندات وادله وتمحص الاشياء وتقاس وتوزن ببيض النمل، ما بالكيلو بالرطل يعني زي ما بيعملوا الناس في الفيس، فلان حرامي وفلان اكل وفلان تافه وفلان ما عنده قيمه، لا. فهو اما الجماعه دي نمشي للمرحله دي بتكون عنده مشكله، لانه عارف القرار اللي بعده هيكون انه يطلق سراحه، وده حصل في قضيه كبر، في قضيه يوسف كبر يعني الان، وما نطلق سراحه المحكمه اعيد الى المعتقل من جديد. طيب اخواننا ديل الليله ناس محمد علي الجزولي واناس وبروف غندور والمجموعات دي قاعد تستجدي انها تمشي المحكمه. يعني انت عارف انه ستره منتهى العداله انك تمشي المحكمه. تمشي القضاء، تستره منتهى، يعني شوف الواقع البئيس اللي وصلنا له الان في السودان. انه انت بتشهي ودوك المحكمه يقول لك تعال بعد كده عشان نسمع المحكمه تطلع قرار كبير يشيلوك يرموك في السجن ثاني. ولذلك انا بفهم انه المنهج الان هو تصفيه هؤلاء الرجال بالموت البطيء، وقدامنا نماذج يعني ما حنسيء الظن من فراغ يعني، ما حنقول انه ده منهج معتمد من فراغ، لا قدامنا رجال مضوا كيف يعني، مضوا وهم ناس يا اخي البلد مصلحتها انه البشير ده يكتب مذكراته ويقول كلمته للتاريخ ولا يكون قاعد في السجن 3 سنة. حتى الان القضيه شنو القضيه الاساسيه اللي تقدر تحاسب بها البشير؟ انقلاب يحاسبوك انت البرهان قبرغي، انت ذاتك جيت بانقلاب، والبعثيين اللي كرمتهم دول كانوا بيعزفوا في النشيد الوطني كانوا بانقلاب، مش كرم انقلابين بتاعين 1991 انقلاب البعثيين كرمهم وبيكرم في انقلابين ويحاكم اخرين بالانقلاب. يا اخي دي عمليه بتاعت مهزله وعبس، عبس يعني، ده مشهد عبسي بامتياز يعني حقيقه. ولذلك انا افتخر انه النداء ليس للبرهان ولا لحميتي، لانه ده مشروعهم الاثنين الان هم خايفين من الرجال ليش؟ وفاهمين انه خروجهم بالنسبه لهم مشكله. هم يريدونهم ان يموتوا داخل هذه السجون. وعندنا تجربه عبد الله البشير الذي برأته المحكمه بعد وفاته. المحكمه بعد وفاته يريدون ان يموتوا في هذه السجون، اصلا يا جماعه فاتورتهم ما ثقيله، ما في ذول حجي يقول لهم. ولذلك انا هنا اناشد القوى الوطنية والتيار الإسلامي أن ينتصروا لهؤلاء الرجال في الحد الأدنى. يا أخي ماذا ينتصرون في الحد الأعلى؟ يا أخي في حقوقهم. يا أخي البرهان يعتبر البشير ده زي ياسر عرمان، يلغي تاريخه ده كله، يرميه في الزبالة، يرغي أنه زول مقاتل وكان ضابط في مايوم وكان ده كله يلغيه، يعتبره زي ياسر عرمان القاتل الجيش السوداني ده وقتل الناس فيه، يقعدوا بس في الفندق ده، الفندق بتاع الجهاز الامني ده، يكرمه في اخريات ايامه ويخليه هناك. يا اخي تقديرا لللبسه العسكريه دي، ما لي حاجه ثانيه. ده قائده وكان هو بيجي في حيه وصباح ومساء. وكل المجموعه اللي قاعده الان في الجهاز العسكري، يا اخي انتصروا لقيمه، يا اخي دي انتصروا لقيمه الكاكي ده بس ساكت لابسينه ده. ماذا نقول يبقوا بإقامة الحاجة الأكثر من كده؟ ماذا نطلب أكثر من كده؟ حتى الأدنى. أنت اعتقلت مجموعة كانت تشتم في الجيش السوداني ده صباح ومساء. قعدتها في فندق تأكل وتشرف فيها وتعمل لها وتسوي لها وفكتهم وديتهم بيتهم. لكن كان مانع عنهم الإعلام والاتصالات والفيسبوك وكده. ومن أخبرك؟ ده كلام فيصل بعد ما طلع وكده. شوف الفيلم ده كله في النهاية. الفيلم في النهاية معالمه بالنسبة لي واضحة. يعني معالم تعامله في القصة دي أنا بالنسبة لي واضحة، أنا ما من الناس المغشوشين في البرهان ولا في قحط ولا في كل المشهد السياسي السوداني ده، ما عندي ليش دول فوق ظهري. أنا بفتكر أنه المشهد ده يتطلب من الجميع إذا دارين نطلع بالبلد من المأزق الفادي أول شيء نتسامى على
على موضوع الدغائن ما في بلد بتقاد دغائن وكراهيات. الموضوع البلد ده اكبر من كده. هذا بشير ده قاعد في السجن له 3 سنوات شنو يعني؟ صوت يعني. على عثمان ده قاعد 3 شنو يعني؟ لكن ده جزء من تاريخ البلد، جزء من اتفقنا واختلفنا. اما ان جا جعفر النميري عمر البشير ده كان لو جاء عربته بيزح عليه من الشارع يخليه يمشي تقديرا لرجل اختلف الناس واتفقوا على سيرته. حفظوا للبلد بتحفظ كبار البلد اللي بتحترم تاريخ بتحفظ لكبار دور حتى لو قدرت تحاكمه حتى لو تجاوزوا وارتكبوا جرائم ولا ارتكبوا اي مشاكل بتعرف تحافظ على الحكايه دي. ودي وفي دروس قدامنا انت بتعمل الحاجات دي بطريقه تحافظ على البلد وقيمه كيف. لكن المجموعه الموجوده مجموعه منبته عن قيم البلد. اي طبعا. وعشان كده المشهد ده طبيعي انه ينتهي الان. احنا بقى بلد الان مستباحه لا سياده، رئيس مجلس السياده في بلد لا سياده لها. مرتهنة للاجنبي للصهيوني اي دول دار يشتري يخش ويمشي. قوه حزبيه كلها قاعده يومها كلها في السفارات. وتريد ان تعود على بامر السفارات من جديد. وده شغال فيه الان فولكر وشغاله فيه المجموعه دار يعيدوا انتاج ما قبل 25 اكتوبر للعملاء بتاعهم اللي كانوا يعيدوا انتاجهم من جديد ويدخلوهم وبرضا البرهان او بعدم رضاه ويكون جزء من المشروع ده عشان يبقى في السلطه ويحافظوا له على السلطه. الناس دي ما بيخجلوا، تكلموا له عن 7 اولاد قتلوا بالامس، يا اخي ديل في اكثر من 120 شاب في مجزره الاعتصام قتلوا واليوم الثاني مشوا قعدوا مع العساكر ديل وتقاسموا معاهم السلطه. كذبوا على الشعب السوداني، انت الدم ده اذا هو عنده قيمه عندك ودار تحاسب الناس، ليه ما حسبت بنفسك؟ ليه اخذت يدك في يد الناس اللي قتلوا الناس؟ ورئيس لجنه التحقيق ورئيس اللجنه القانونيه في الحريه والتغيير اللي ما اصدر تقرير حتى ما قادرين يطلعوا حتى الان تقرير عن فضل الاعتصام. تكذبوا على الشعب السوداني والناس ساكتين لانه انتم مستبيحين اجهزه التواصل وتخونوا ده وتتهموا ده. ده بيتكلم عن قيم بتاع الدم، ده بيبتزوا بها الناس، بيبتزوهم بابتزاز العاطفه بانه فلان قتلوه فلان خلوه. ما انتم 120 واحد قتلوا قدامكم دمهم ما نشف. مشيتوا خطيتوا يدكم ترفعوا في الهنايه ويتباكوا عمر الدقير ومنو ويتباكوا في القاعه ورفعتوها وقلتوا لنا ده الشراكه النموذجيه التي لا شراكه نموذجيه بعدها. ده الشركاء في الدم والقتل. لكن للاسف بيستغلوا جبننا وبيستغلوا خيبتنا وبيستغلوا صمتنا على فعائل وصمتنا على بلاوين. ولذلك البلد ماشي في التدريب ده حتى يستفيق الناس بالسرار الذي لا نتمناه ولا يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا له يعني. وبالتالي في قضيه المعتقلين والمشهد ده واحد، ما انا مش شاعر بانه مفصول من بعضه، ده مشهد كله مظلم. مشهد مظلم وما في شعاع بتاع فجر يعني بتاع نور الا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقيض لنا يعني امر كده بتاع خير في القصه دي يفتح لنا النور يعني نمشي به لقدام يعني. يعني انا اقول لك كلام احد المشاهدين احمد علي الحسين بيقول لك جزاك الله خير لقول الحق عبرت عما يجيش بصدورنا، واحنا بنشكر لك مشاركتك معنا في هذه الحلقه. للختام اعزائي المشاهدين نذكركم باننا نسعد دائما بتلقي اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد باذن الله. الى ذلك الحين اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.